السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أعزائي المشاهدين، حياكم الله من جديد في فقرة المستثمر. حياكم الله يا شباب، مرحبا لمليون بالجميع. قبل ما نبدأ بأي شيء، أنا عندي عتاب محب. العتاب الأول من ناحية المسرحيات، فريق الإعداد يقولون أنكم ما جهزتوا أي شيء إلى قبل شوي، إلين قبل ربع ساعة بديتوا تجهزون أموركم. هذا العتاب الأول. العتاب الثاني وهو الأهم بالنسبة لي، بالنسبة للتسويق خارج المنتجع، إحصائياتكم في التسويق خارج المنتجع متذبذبة. أنا ما بقول أنها ضعيفة، ولكن بقول متذبذبة فيها ويحتاج لها شوي جهد. أعطيكم مثال، واسمحوا لي على الشيء هذا أني أعطيكم مثال ولو أنه مفروض ما أقوله. عبد الله الروقي شخص من أكثر المتسابقين المتفاعلين في البرنامج، وكلنا نعرف الشيء هذا. الريالتي عنده عالي، الخصومات يعني شبه قليلة، ولا صلاة تأخر فيها ولا صلاة غاب عنها، وأنتم تعرفون الشيء هذا. الأسبوع الماضي خش برايم بدل سيف المطيري إذا ما خاب ظني، صح؟ إيش السبب يا عبد الله؟ ما سألت نفسك؟ لا، عرفت المبيعات كانت قليلة. من أقل المتسابقين مبيعاً كان عبد الله الروقي. أنتوا يا شباب عندكم يعني شوي يبغالكم تركيز في أنكم تسوقون بشكل أكبر في متاجركم، لأن المبيعات برا متدنية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، حنا أعطيناكم فرصة، وبعد الفرصة هذه يعني ممكن تعذرونا. تقريبا اليوم وبكرة، أو ممكن نبدأ من بكرة، أقل 8 أشخاص مبيعا بنظهر أسماءهم، عشان هو يكون عنده اصلا رده فعل، او يكون عنده ضمير. اذا ما حس ترى ممكن تدخل برايم، وانتم تعرفون 50% تسويق و50% رياليتي. يعني سوق في كل مكان قبل ما تدخل غرفه النوم، تسوق فكرتك، استخدم حتى الكونفشرون في التسويق عادي، لان انت اساسا في البرنامج فكرتك هي التسويق لا اقل ولا اكثر. وصلت الفكره يا شباب؟ مفروض من المفترض من بداية البرنامج إلى الآن 40,000 ريال تصرف لكم. أنا استغربت إن في بعضكم 600-700 في جيبه بس من فقرتي أنا من مستثمر. 600-700 يعني ما هو معقول إطلاقاً إنك من خلال المبالغ كلها اللي نطرحها تطلع 600، يا إنك تطرحها في مزاد بشكل يعني ما هو مرتب، يا إنك ما تظهر المسرحية بالشكل المناسب اللي أخذت. خليني أعطيك المبلغ. أسئلة كثير، ادخلوا يا شباب عشان نقفل. اليوم كان مفروض انه يكون معنا الضيف فراس السعيد، خبير في التسويق، اعتذر قبل الفقره بعشر دقائق، لعله خير ان شاء الله لنا وله. جاهزين يا شباب مسرحياتكم ولا لا؟ عطنا فلوس علي. جاهزين؟ نبدا في المجموعه الاولى. وين الصوت؟ والله نايمين. شغل لنا يا باضه الشاره وعطنا